الناس ديال البيجاية هما اللي بنوا الأهرامات هم اللي بنوا، ايوه والأزهر ناس الشريف من والقاهرة. بيجاية، هم اللي بنوا الاهرامات وهم اللي بنوا الازهر واللي هم اللي بنوا القاهره. ولكن عندك دليل على هذا الكلام؟ انا بتسالني انا؟ أنا كسألك أنت، أنا عندك دليل؟ عندك ايوه مثلا عندي دليل. كلمة هو عميد الرئيس تبون، سمعنا؟ رئيس تبون هو، رئيس تبون هو اللي قال، واي كلمه لا يقولها لا، هو نبغي صدق نسمع، فيها. نبغي نسمع الدليل يا أخي، نبغي نسمع الدليل. وي ادم، هو الرئيس تبون هو اللي قال، هو اي كلمه يقولها الرئيس تبون كلامه مظبوط، ما حدش يرجع كلامه. وفين هو كلام عمي تبون باش نثيقوا به؟ أطل الله ها هو بقاءه. فين غيجاوبكم كلمة الجيلاني، عمي؟ ها هو غيجاوبك الجيلاني يا محمد ادم، جاوب الجيلاني جاوب. بصح اختي ديري فيا واحد البليزير. تفضل اخويا العزيز تفضل، ولكن بلا ما تشرح غدرات الواقع. سمعي اقسم بالله العلي العظيم ما فهمت حصر بيا يهضر، انت فهميني شنو قصة؟ انا مصريه ما نفهمهاش. شو راه ماشي فاتحين، ماشي فاتحين المسلسل. دابا واش فهمت؟ محمد ما فهمكش اخويا، ما فهمتش فيه حتى هو، ما فهمتش. قال لك الاهرام منشقه من الوهران، ها هو حتى هو ثاني واحد كيقولها لك، قال لك الاهرام منشقه من الوهران. عندك ايوه عندك ال... عندك الشهود معك، عندك استنى هذا عندك الشهود اللي معك يا محمد، عندك يتكلم معايا فرنسي يا مصري، هضر معايا فرنسي بالك نفهمك، انا لغتك ما نفهمهاش اسمح لي. وانا وانا لن اتكلم معك فرنسي، انت عربي وانا عربي. يا اخي انا جزائري وانت عربي، ماشي كيف كيف. داكو اوكي، خصك تقرا التاريخ. انا ماشي، انا ماشي عربي، احنا انت مازلت من كوكب الجزائر، انت من كوكب الجزائر وانت مصري من كوكب الارض. استنى ادم، انت امازيغي؟ انت امازيغي؟ انا جزائري، جزائري. يعني امال الشيوخ والمدرسين اللي هم المصريين اللي قعدوا 7 سنين يعلموكم العربيه ما عرفتوش تتعلموا العربيه؟ لاش تكذب عليا يا محمد، هما اللي علموكم العربيه. هما تعلموا عندنا الفرنسيه، احنا العربيه جبنا نديروا بها تاعكم انتوما، انا خويا احنا ما نحتاجوش العربيه تاعكم. انتوما اللي علمتوهم يقولوا يبادو بروبليم، ميساد ولا بوبل، يبادو بروبليم. يبادو بروبليم. واش جيلاني، جيلاني شوف، انتوما اللي علمتوهم، ما كانش منا، ما كانش منا. ما تعلموا من عدة سبا نديروا لهم حنايا، ما كاش منها، ما كاش منها. دابا تخيلوا الخوت مصري يقول لك ما كاش منها، تقول له شنو؟ جلالي، جلالي اسمعني، جلالي اللي بنى الاهرامات، اللي بنى الاهرامات ناس من بجاية، اللي بنوها، اللي بنوها ناس من بجاية، وهم الناس هادو هم اللي بنوا الأزهر الشريف وبنوا القاهرة، كانوا ناس من بجاية. هو عم تبون قال هذاك الشيء، وكي عم تبون يقول هذاك الشيء، هذاك يبقى الكلام موثق ولازم نقول له داكور عم تبون رقصان. Paris 2024 here we are. كنعتذر الخوت، انا فتحت التيك توك في البيسي باش نجبد الكلام ديال عمي تبون اللي بعثوا لي اخي محمد المصري. عليكم السلام. بصح خويا ادم قالها، ما كنظنش غيقولها ويلي. قالها والله. صيفطوا لي انا كنفتش على الميساج ديالو. السلام. على بالك اسمع المصري، مصري اه بالك عمي تبون كان شرب كاس ولا زوج، هذيك هي اللي كتب لي لا نورمال عادي خويا، حنا جزائريين ما عندنا حتى مشكله، نقدروا غدوه نوضوا الصباح نقولوا مصر تاع الجزائر، نورمال عادي. اسمع جلالي، عندك بروبليم انت؟ جلالي، جلالي والله انت، والله والله انت راجل محترم، الله يعزك. أخ محمد ممكن، ممكن اقول لك شيء محمد؟ يا اخ محمد وي عم وي، اللي بنى الخان الخليل اسمع 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 جيدا يا عم، دوري العجب يا عم، دوري العجب. اسمعني خلينا نضحكوا بقى شويه، بقى خلينا نضحك شويه، ما فهمتي نعم، فهموا ادم والنبي فهموا. طيب تفضل تفضل. هذا المصري يضحك، ضحك شويه اخويا، ضحك قول لي والله. لا اسمع اسمع،
انا انسان عايش في الغربه هابل يبغى كي نهضر بالعربي يهضر معايا اخويا يهضر قول لي شخص عم دور العيب خلينا نضحكوا شويه خلينا من هذيك السياسه وهذيك الاشياء كل كل البلاد كل البلاد بلادي ابو محمد محمد الناري عرفتي جلالي دوار لي جبعتي قال لك واحد بسميه قال لك يا دواري العقب دوار لي جب واش ماك دوار العقب علاش ما يدور العقب انا شايف المصدر وما كان ما دخله قولي قولي دكتور جلال هذا جلاله جلاله قولي انا يعجبني انا انا يعجبني بزاف يعجبني بزاف عم تبون كي يهدر والله انا شوف نتمنى من نتمنى انا نو يعجبني القاهره بنا والازهار بنا وكذا با اي جو جو بروفيت لوكازيون بور دير كو بجايه بور نو C'est la seule wilaya où il n'y a pas eu de bidonville depuis l'indépendance. C'est pas étonnant de la part de gens, les Bnaou al-Qahira, Bnaou al-Azhar, Bnaou al-Kadab. Bon. Allahu Akbar Ali! Hey, Mahalawani! Hey, Mahalawani! جلالي اجاوب لخويا العسل ويلي 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 اسمع اسمع محمد فهمتي ولا ما فهمتيش يا محمد قال لك هو ما كانش عارفكم باللي تفهموا الفرنسي زاد ما علينا هذا المصري جلالي اسمع انا نتمنى من الله ان عمي تبون يمسك البلاد حتى 20-50 20-50 باش عليه 25 اوكي وي 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 باش علاه اسمعني جلالي اسمعني سنه انا اخي مصطفى الخلافي عمي تبون اطل الله بقاءه كلامه كله صحيح كلامه هو الدليل عندك شوف عندك هو ودومير هما كلامهم الدليل هذو اسمعني هذو اللي كيتكلموا كلامهم هو الدليل تفضل يا محمد اسمعني هذا انا نتمنى من الله ان عمي تبون يمسك حتى 20-50 باش علاه اطال الله عمره باش هو اسمعني جلالي اسمعني باش هو علاه بيفرحنا بزاف بيضحكنا بزاف كنكم مغمومين وكان الغمه نجيب عمي تبون يضحكنا والله راه بيفك علينا الغمه بصراحه يلا وانتم السيسي تاعكم ها السيسي تاعكم كيفاش تحكي لي عليه لا لا السيسي السيسي ده بتقوله خاين وعميل خلينا من السيسي ما بضحكش السيسي بطل الأبطال هذا اللي على عمي تبون ما هذاكش على السيسي انا قلت لك شو السيسي ما بضحكش ما بضحكش جلالي ما بضحكش ساعات تسمعني انت دقيقه انا جزائري راني نقول لك اللي احنا دي فوا مسكين عمي تبون ينوض يخبط كاس ولا زوج يخبطها احنا برمينا ما نورمال انا نقولها لك انت تقدر تقول لي حاجه على السيسي لا انا انا ما نقدرش كيما صاحبي انت ما تنجمش تهضر على السيسي انا نقول لك عليه انا ثاني نهضر لك ماشي انت تهضر انتوما السيسي داير عليكم دفتر عالي انتوما مصر كومبلي هذاك السيسي داير عليكم دفتر عائلي ومتزوج بكم ويدير فيكم كيف تقدر تقول لي العكس قول لي العكس طيب انا نرد عليك نرد عليك نجاوبك شوف بلاتي يا اخي محمد احتفظ بالجواب وجد الجواب بتاعك نسمعوا الاخ الجيروا دي زد عرفك اخي محمد الجروى ديزاد معكم السلام الجروى السلام في موضوع تاع اللايف هذا
لماذا الجزائر تحاول سرقة اسم المغرب؟ هذا هو الموضوع. خي جلالي ممكن تغلق المايك خي محمد والجلالي واحد دقيقة نسمعوا الأخ الأنجلواد. وش سرقنا سرقنا لا لا ما قلناش سرقنا لا 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 ما قلناش سرقنا قلنا لماذا الجزائر تحاول سرقة اسم المغرب؟ أنا خويا عندك تخرشيش بزاف عندك الصدر يعني راك تهضر على قارة هذه ماشي يا سبحان الله تمثلوا قارة الجزائر لا اخويا انا نعرف عليها كوكب ماشي قارة كانت قارة دابا ولات كوكب ولات كوكب الجيغوا ولات كوكب دابا عيت تفضل لا ما تهضرش على الجزائر الجزائر الجديدة الجزائر الجديدة ولات كوكب اخي انت مازال ما فراسكش راك ما ربي يهديكم والله دابا